أم آمنة تسأل عن السلام بين النساء بعضهن بعض أو الرجال بعض بعضهم مع بعض، تقول كيف يكون بالمصافحة بالمعانقة بماذا؟ أختي الفاضلة أم آمنة بارك الله فيك، بالنسبة للسلام لما نرجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن الأصل في السلام هو المصافحة هو المصافحة، وإذا حصل مثلا شخص أتى من سفر قدم من سفر أو طال أطال الغيبة المعانقة المعانقه وهي وضع العنق على العنق هذه معروفه المعانقه ولكن هذا لا يعني عدم اباحه التقبيل مثلا التقبيل مثلا يعني مثل ما يصنع النساء يقبلون بعض على الخد الرجال مع بعضهم لان هذه تخضع الى العادات والشريعه جعلت الاصل في العادات الحل والجواز والاباحه لكن لو ارادوا ان يطبقوا السنه، السنه المصافحه اما اذا يعني غاب عنه جاء من سفر قدم من سفر المعاناه النساء مع النساء والرجال مع الرجال